مساء الصحة والجمال على كل مشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكلام في ملعبنا. النهاردة هنتكلم عن مواضيع مهمة جدا، وهيكون معانا فقرات تهم جميع مشاهدينا الأعزاء. قبل ما نبدأ فقرتنا النهاردة أحب أرحب بزمايلي. ازيك يا إسلام؟ ازيك يا نجلاء، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا رودي؟ ازيك يا نجلاء، عامله ايه؟ مساء الفل عليكم. مساء الفل. إذن مشاهدينا، ربما القلق والخوف هما السبب الرئيسي للإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية. إليكم 8 نصائح تساعدك في التعامل مع انعدام القلق والخوف وعدم الثقة. 1- لا تحكم على نفسك، كن الصديق المقرب لنفسك، ركز على خطواتك، ابتعد من الذين يقللون منك، احتفل بإنجازاتك ونجاحاتك، اكتب قائمة بمميزاتك، حب نفسك أكثر وأكثر، أطلب الاستشارة من شخص. أعزائي المشاهدين، هنتكلم في فقرتنا النهاردة عن بعض الظواهر الخطيرة اللي انتشرت بسرعة الصاروخ في مجتمعنا المصري للأسف، ألا وهي ظاهرة التنمر وظاهرة الانتحار. وهل التنمر أصبح سبب من أسباب اللي بتؤدي إلى الانتحار؟ ده اللي هنشوفه مع ضيفنا بعد الفاصل، الدكتور خالد أحمد. استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم. معانا ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور خالد عمر، استشاري الامراض النفسيه والعصبيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. في البدايه حابه اسال حضرتك سؤال، عايزه اعرف ايه هي انواع اعراض الاكتئاب؟ اعراض الاكتئاب قد تكون اعراض متعدده، تشمل النشاط اليومي، تشمل الحاله المزاجيه، تشمل اعراض جسمانيه متنوعه، زي مثلا ممكن شخص يبتدي يشتكي من امساك متكرر، ممكن يشتكي من الام في المعده، ممكن يشتكي من اضطراب في النوم، ممكن يشتكي من اضطراب في الشهيه، التركيز في الشغل، نظرته للحياه بتبقى اكثر تشاؤما، ممكن يبقى في افكار شويه يعني فيها نوع من العدوان وانتقاد الذات، كل ده وارد. طيب يا دكتور، ما هي تأثيرات العنف ضد المرأة؟ العنف ضد المرأة ممكن يؤدي إلى 3-4 نتائج. لو قلنا المرأة في السن الصغير، ممكن عملية الختان تؤدي إلى نتائج نفسية وبدنية سلبية، خاصة قد تؤثر على نظرتها إلى الرجل، وقد تؤثر على حماسها للزواج، وتؤثر على علاقتها الحميمة بزوجها. هذا جانب. الجانب الثاني انه بيبقى في نوع من التخوف باستمرار انه حد يتعامل معها بعنف، يؤدي الى انها تنعزل، تنطوي، تبقى قلقة باستمرار. تفضل. هل هم النساء اكثر اصابة بالاكتئاب؟ عادة الاحصائيات بتقول ان المرأة اكثر عرضة للاكتئاب من الرجل، يعني نتيجة ظروف كثيرة، نتيجة قهر، نتيجة عادات وتقاليد، نتيجة استعداد هرموني مختلف شوية عن الرجل. طب يا دكتور خالد، عايزين نعرف أبرز علامات المرض النفسي لو في حد من مشاهدينا حابب يطمن على نفسه. أبرز علامات المرض النفسي التغير المفاجئ، تمام، ثم المستمر في السلوك اليومي، الحياة اليومية من كل نشاطاتها، الكفاءة في العمل، التركيز، المزاج المتقلب، العصبية في السلوك، العدوانية تجاه النفس أو الغير. دي طبعا كانت أبرز علامات المرض النفسي، طبعا عشان لو في حد من حضراتكم حابب يطمئن على نفسه. شكرا دكتور. اتفضل دكتور. ايه هو علاج الضغط النفسي وازاي نتخلص منه؟ الصحة النفسية عشان تتحقق لابد من الدخول في 5 دوائر متداخلة، مركزها هو الإنسان. الإنسان لازم يكون له دراسة أو عمل بيحقق فيها ذاته. الإنسان لازم يكون بيمارس نشاط بدني مهما كان بسيط، لأن ده بيرفع نسبة الأفيونات المخية الطبيعية اللي ربنا خلقها جوانا. لازم يكون له علاقات اجتماعية متعددة وعلى مستويات مختلفة. الحاجة الرابعة انه لازم ينجح في تكوين علاقة مستمرة مستقرة بناءة مع شخص من الجنس الاخر.
الحاجة الخامسة إن لازم يبقى عنده عقيدة تسنده، يحس إن في كيان مطلق هو الحق سبحانه وتعالى بيربط نفسه بيه بحيث إنه يحقق له التوازن النفسي. تمام، شكرا دكتور. هل يا دكتور يختلف الاستجابة من شخص لآخر الناس المصابين بالاكتئاب؟ أكيد الاستجابة بتختلف حسب العوامل الآتية. أولا في عامل وراثي. أوكي. الشخص قد يولد وعلى جيناته أو الصفات الوراثية بتاعته استعداد لظهور الاكتئاب في سن معين. اتنين، قد يتحسن عند بعض الناس وقد يستمر كما هو عند بعض الناس وقد يسوء عند بعض الناس. كذلك الظروف الاجتماعية اللي بينشأ فيها وطريقة التنشئة والتربية. دكتور معنا اتصال، أستاذة علن من السودان. ألو. أهلا بك يا فندم. مساء الخير. مساء الفل، اتفضلي. أنا بشكركم وبشكر برنامجكم الحلو. تسلمي. بشكر الأستاذ دكتور. ميرسي، شكرا. ممكن أسأل الدكتور سؤال؟ اتفضلي. اتفضلي. هل التنمر عند الأطفال في المدارس يؤدي إلى الضغوطات النفسية والاكتئاب؟ نعم، التنمر هو ظاهرة قديمة ممكن تاخد أشكال مختلفة، قد تتضمن الإيذاء اللفظي وقد تتضمن الإيذاء البدني وقد تتضمن كذلك النفور أو الإبعاد أو العزلة. طبعا كل هذا ممكن يؤدي إلى أن الشخص أو الطفل قد يصاب بدرجة من درجات الاكتئاب. طبعا كلنا شفنا يا دكتور حملة التنمر اللي حصلت على السوشيال ميديا مؤخرا على الأستاذة هدير محمد الشهيرة بزلايبة، طبعا اللي ادتها تفضل قاعده اسبوع بسبب التنمر اللي حصل على صور الزفاف اللي انتشرت مؤخرا على موقع التواصل الاجتماعي. طبعا حضرتك شايف ان التنمر بيؤدي طبعا الى الاكتئاب يا دكتور؟ نعم. تمام يا دكتور. دكتور ايه هي اسباب الاكتئاب وايه اللي بيأثر على الاكتئاب والحاجات اللي بتحصل تخلي فيه اكتئاب اصلا؟ قلنا اولا الاسباب الوراثيه، الاستعداد الوراثي. اتنين، طريقه التربيه. ثلاثة، الانتقاد المستمر من أقرب أفراد الأسرة بيخلي الشخص يحس أنه مش مرغوب فيه ومش محبوب. كذلك التعرض لضغوط شديدة في دراسة، في عمل، في زواج فاشل، في علاقات اجتماعية بتنسحب وتنطوي بالتدريج، كل ده ممكن يؤدي إلى الاكتئاب. طب يا دكتور خالد، عايزين نعرف إيه أفضل طريقة للتعامل مع المريض النفسي من جانب المجتمع ومن جانب أسرته؟ وهي الأسئلة اللي المفروض نتجنب نسألها للمريض النفسي. نبدأ بالأسرة أولا. أهم حاجة، ودي عنصر بيقاس عند الطبيب بأساليب معينة، إنه المريض ما يبقاش محل للسخرية. تمام. ويبقاش محل للنبذ، وما نبقاش حاسين إن وجود مريض نفسي في الأسرة. ما نحسسوش بأي اختلاف طبعا. ما نحسسوش، مش بس ما نحسسوش، ما نبقاش خجلانين إنه في شخص مريض نفسي في الأسرة. دي مسائل كلها بتؤثر عليه بالسلب. تمام. كذلك انه مش لازم نحكي كل ما يخصه لكل الناس، دي امور تخصه هو شخصيا بالدرجة الاولى وتروى للطبيب عشان يستعين بيها في التشخيص. تمام. والعلاج. طب والأسئلة يا دكتور اللي احنا ممكن نتجنب نسألها للمريض النفسي؟ ما نسألوش عن تفاصيل هو مش عايز يحكيها، ممكن تكون دي جزء من اسراره الذي يروى فقط بينه وبين الطبيب. هل يا دكتور الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟ الأدوية النفسية بشكل تام طالما تحت إشراف الطبيب النفسي، هو اللي بيكتبها وهو اللي بيزود جرعتها ثم هو اللي بيسحبها تدريجيا، لا تسبب الإدمان. لكن لجوء الأشخاص إلى الصيدلية أو إلى الأصدقاء أو إلى التجار، هم دول اللي ممكن باستعمالهم الخاطئ للدواء النفسي قد تؤدي إلى الإدمان. تمام يا دكتور. دكتور هل الاكتئاب مع الشباب فقط؟ لا مش صحيح، الاكتئاب ممكن يجي للأطفال. تمام. ممكن يجي للمراهقين. يعني ما فيش أي سن للأطفال يعني بيبدأ من؟ ممكن يبدأ من سن مبكر نتيجة المعاملة السيئة والقسوة. تمام. أو النبذ. كذلك عند المراهقين وارد مع التغيرات الهرمونية والجسمانية الشديدة والنفسية يسبب اكتئاب. نعم. تمام. كذلك ممكن للمرأة في أعمار مختلفة من عمرها. ايه هو السن بقى بيبقى المرأة؟ يعني ممكن المرأة اللي من بداية سن الطمث أو الدورة الشهرية تبتدي
تشتكي من انه قبل الدورة باسبوع او 10 ايام مكتئبة، مقريفة، عصبية، جسمها بيخزن مية، بتقبل على أطعمة معينة بشهية زائدة ووزنها ممكن يزيد في الأسبوع أو 10 أيام دول شوية. ثم تأتي الدورة الشهرية تبتدي الأعراض دي تتراجع تدريجيا. ممكن ده يستمر لسنوات طويلة جدا. طب إزاي وتبقى محتاجة تدخل طبيبة أو طبيب النساء بالدرجة الأولى. وإذا احتاج خبرة أكثر تخصصا يبقى بيلجأ للطبيب النفسي. تمام يا دكتور. معانا اتصال. استاذ سعيد اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا اتفضل يا فندم. ميرسي طبعا على مقدمة البرنامج. ميرسي جدا ربنا يخليك. سعيد عبد المنعم. ربنا يخليك استاذ سعيد. الاستاذة نجلاء عبد الباسط. تسلم ربنا يخليك. استاذة نور زينة. اهلا وسهلا. الناس سلام والله منورين الشاشة فعلا يعني. ربنا يخليك استاذ سعيد طبعا شرف لينا. منورين الشاشة والله. ربنا يخليك. حابب تسأل الدكتورة استاذنا. الدكتور نسأل الدكتور بس سؤال كده على اتفضل. الأعذار النفسي أو الشخص اللي هو بيعاني نفسيا. طبعا موضوع الاكتئاب ده ناس بعض الشباب بيلجأ للدراشيم والكلام من ده فطبعا ده بيزيد مخدرات مخدرات الدرشام المخدر يعني. تمام. فبيزيد نسبة الأعذار النفسي للشخص الشاب أو الشخص اللي عنده مرض نفسي. بنسأل الدكتور ايه كيفية العلاج من الحاجات دي اساسا؟ اولا الاستعمال للأدوية النفسية او الاستعمال للمخدرات بشكل عام قد لا يكون بشكل انعزالي، ممكن شكرا ليك وسمعنا من التلفزيون. ممكن يكون بيتعاطى وسط مجموعة ويشجعوا بعض ويعرفوا بعض على بعض التفاصيل الخاصة بالمخدرات، مش لازم يكون منعزل واحد. العلاج بينشأ على 3 مستويات. اولا ان الاسرة تتنبه ان في تغيير حاد في سلوك الولد او البنت. 2 انهم يتوجهوا للطبيب يسمع ويشخص ويحط خطة العلاج. خطة العلاج قد يكون جزء منها في البيت، قد يتطلب دخول مستشفى لفترة ثم يتطلب متابعة طويلة جدا مع الطبيب حتى ينتهي الإدمان أو احتمالات العودة له، لأن احتمالات العودة بتبقى أحيانا عالية. وده كان رد الدكتور طبعا على سؤال الأستاذ سعيد اللي عمل معنا مداخلة من شوية. وحابين نسأل الدكتور، يا دكتور يا ترى أننا نخفي المريض النفسي عن أعين المجتمع وعن أعين الناس ده سلوك مظبوط ولا لا؟ لا مش سلوك مظبوط. هنوازن ما بين حاجتين، خصوصية المريض في أنه أسراره ما تتحكيش لحد. الحاجة التانية يا فندم انه ما نخجلش من المريض، ما نخجلش نقول انه بيتعالج، ما نخجلش نقول انه له الحق في التعليم والعمل والزواج والانجاب، كل دي حقوقه. خصوصا في ناس بتقول انها وصمة عار، يعني بيقولوا المرض. مسألة الوصمة في المرض النفسي مسألة قديمة وبتبحث في مؤتمرات كثيرة. واحنا بنشجع دايما على انه نتعامل مع المريض او المريضة النفسية على انه شخص عادي في الحدود المقبولة طالما لا يكون سلوكه يعني غريب قوي أو عنيف أو كده. هو دي الفترات اللي بتبقى عايزة معاملة مختلفة. اتصالاتنا كتير النهاردة. معنا أستاذ وائل. ألو. أهلا بحضرتك يا فندم اتفضل. الله يخليك. النص على الأستاذ إسلام السعيد. الله أهلا وسهلا الزوائل ربنا يخليه. الله يخليك. حابب تسأل دكتورنا النهاردة معنا، عندك سؤال معين؟ اتفضل يا استاذ. الله يخليك يا استاذ اسلام. اتفضل. اقول لك يا دكتور. نعم. الله يخليك يا دكتور. استاذ وائل معاك عالم نبروفال ابلي. اهلا وسهلا استاذ وائل اتفضل. الله يخليك يا دكتور. اتفضل حضرتك. اتفضل لو عندك سؤال. الكتير ديت والواحد بيبقى متعصب اكتر من اللازم ديت، بتبقى علاجها ايه يا دكتور؟ علاجها 3 حاجات. 1 ان لازم ندور على اسبابها ونحاول نحلها إذا كان ممكن حلها. فإذا لم يكن ممكن حلها بيبقى نوع من التعايش بأساليب تدخل فيها الرياضة، تدخل فيها العلاقة بالله، يدخل فيها الصلاة، يدخل فيها سماع القرآن، يدخل فيها سماع الموسيقى. كذلك إذا احتاج الطبيب أنه يدي دواء أو أكثر عشان يقلل هذه العصبية والاندفاعات في السلوك، ده بيتم يا فندم. ده كان رد الدكتور طبعا على المتصل طبعا الاستاذ وائل. هل يا دكتور للامراض النفسيه علاقه بالجن او الشعوذه؟
طبعا ما فيش علاقة، احنا بنتكلم علم وطب. زمان كان اللي بيعالجوا المرضى كانوا الفلاسفة ورجال الدين. لما تعرفي ان الاسلام في المراحل المبكرة منه، في قرون مبكرة جدا بعد ظهور الاسلام، كانوا بيعالجوا المرضى النفسيين بانهم يدخلوهم مستشفيات خاصة زي مستشفى قلاوون اللي عندنا في شارع المعز، وكانوا بيدوهم علاجات بالاعشاب وبيسمعوهم موسيقى، وهم خارجين من المستشفى يدوهم ملابس ونقود عشان يعيشوا منها، في الوقت اللي كانت اوروبا فيه بتحرق المرضى النفسيين بحكم انهم ملبوسين وعليهم شياطين وكده. هذه نظرة الاسلام الصحيحة، وهذه النظرة المتخلفة اللي بتربط ما بين المرض النفسي والجن واللبس والكلام ده، الكلام ده غير علمي. يعني يا دكتور نقول معنا اتصال لازم. مدام شيماء من محله، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. نور الشاشه والبرنامج، نور الشاشه يا نجلاء. مسيحة ربنا يخليك. الله يبارك فيك. من تقدم لتقدم ان شاء الله. حبيبتي تسلمي لي. اتفضلي، في اي سؤال للدكتور؟ ايه اعراض الاكتئاب عند الاطفال؟ اتفضلي. اعراض الاكتئاب عند الاطفال تظهر في 3-4 مجالات. شكرا. اولا سمعينا من التلفزيون. تغير شهيه الطفل بالنقص او بالزياده الشديده. 2 اضطراب النوم. 3 التحكم في الاخراج، ممكن يبدا تبول لا ارادي وممكن تبقى اشد، ان ما بقاش في تحكم في التبرز. ايضا التعثر الدراسي، صعوبات التعلم، صعوبات التواصل، العدوانيه تجاه الإخوة أو تجاه الزملاء في المدرسة، كل دي مظاهر إنها قد تشير إلى وجود بداية لمرض الاكتئاب عند الأطفال. دكتور، طب كلمة أخيرة نختم بها فكرتنا. تفضل. في الوقت حضرتك بقى، إيه اللي بتنصحه للجميع؟ اللي بنصح بيه إنه الإنسان لازم يحاول دايما يفكر في نفسه، ما يبديش حد آخر عليه، لازم اهتمامه وتركيزه على نفسه يبقى واخد الأولوية الأولى، ثم يأتي الآخرين. طب معلش يا دكتور، سؤال أخير قبل ما نختم فقرتنا النهاردة، يا ترى إيه سر التزايد عدد المنتحرين من الرجال يا دكتور بالنسبة للنساء؟ الرجال أكثر جرأة على أنه يبقى عنده عنف تجاه ذاته، وكذلك وسائل الانتحار لدى الرجال أكثر عنفا عددا، تبقى أكثر عنفا طبعا عن النساء. طبعا شكرا ليك يا دكتور. نشكر حضرتك. نشكر حضرتك يا دكتور على وجودك معنا، نورتنا، وإن شاء الله تبقى معنا في حلقات تانية ونتكلم عن حاجات كتير إن شاء الله. شكرا جدا. هنطلع فاصل ونرجع لكم معنا فقرة تانية. كابتن نعم، وتستنونا.